السلام عليكم. لما بترسم اي حاجه في الاوبن ستريت ماب بيبدا يظهر معاك هنا في الاف 4 ماب، وبيظهر في كل المواقع اللي مرتبطه بالاوبن ستريت ماب، وبرامج كتيره جدا زي سيف 3 دي والانفرا ووركس واليومن، برامج كتيره جدا بتقرا من المعلومات بتاعتك. فمجرد ان احنا مزجنا بعض الحاجات في العاشر من رمضان زي ما انت شايف، تمام، بتبدا تظهر معانا كل حاجه. يعني حتى مثلا ممكن نقول له احنا عايزين لايف نبقى شايفين، فده يفيدنا في الدراسات المناخيه وكل حاجه. ممكن نقول له انا عايز اشوف هو بيتمطر، عايز لو هي بتمطر ثلج، لو هي شمس، لو بالليل هتبقى عامله ازاي، طب في النون، بحيث نعمل دراسات حقيقيه لموضوع الظلال. لو في مبنى مثلا هيتبني هنا، فنقدر ان احنا نشوف كل الدراسات اللي احنا ممكن نحتاجها، وكل ده اونلاين من غير ما تستخدم برامج، وكل ده مجاني. فيا ريت تشاركوا معانا في الاوبن ستريت ماب.